رمضان هوني بالنزوح كتير كتير صعب. خمس سنين نازحة بالمخيم، وألف الحمد لله هيك الله كتب علينا أنه هون رمضان بعيد عن أهلنا وقرايبينا، ونتمنى أنه رمضان الجاي إن شاء الله يكون بين الأهل والربع، وإن شاء الله آخر رمضان هون بكونوا بالمخيم وبالنزوح، إن شاء الله بكون الله فارجة علينا بإذن الله.